أبنائي الأعزاء، أرى في وجوهكم دائما الذهول والتعجب من آيات الله المتتابعة في حياة خليل الله إبراهيم وزوجته وابنه إسماعيل. لقد رأيت في قصة خليل الله عجبا. فماذا رأيت يا سعد؟ لقد ابتلاه الله في أشياء لا قبل لبشر بها. فمن هذا الرجل الذي يترك ابنه وزوجته في صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء؟ ومن هذا الرجل الذي يعيش عمره كله مرتحلا؟ هاجر وترك حضن أمه، وهاجر وترك زوجته سارة، وهاجر وترك هاجر وإسماعيل. ما هذه القوة الإيمانية الراسخة وعقيدة التوحيد القوية التي لو وجدت في زماننا هذا لامتلك المسلمون مشارق الأرض ومغاربها؟ إنه الإيمان واليقين، إنه الإحسان، إنه أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك. وكيف كان حال السيدة سارة في ذلك الوقت؟ كانت سارة حزينة لا تفارقها دموعها على فراق هاجر وإسماعيل، فلقد تعلق قلبها به كثيرا وأحبته حبا كبيرا. كانت سارة حزينة لا تفارقها دموعها على فراق هاجر وإسماعيل، وطمأن الخليل عليه السلام قلب سارة وأخبرها أنه قد تركهما لله واستودعهما الله، ومن كانت وديعته عند الله فهي في حماه، فإن الله لا تضيع عنده الودائع. لهذه الدرجة كانت السيدة سارة تحب إسماعيل؟ نعم، فلقد كانت تعتبر إسماعيل أجمل هدية من الله عز وجل، وحزنت لفراقه حزنا كبيرا، ولكن الله أفرغ عليها صبرا من عنده وهون عليها بعودة خليل الله إليها. وماذا عن قوم لوط عليه السلام؟ ماذا عن هؤلاء المفسدين في الأرض؟ لقد بغوا وطغوا وأفسدوا، والله لا يحب المفسدين. أما عن قوم لوط، لماذا لا تزيد من الفساد في البلاد حتى يخرج منها لوط؟ افتح لهم البيوت، سهل لهم ممارسة ما يحبون حتى يحبوك. حاول أن تكسب الشعب بأن تسهل له كل ملذاته وشهواته، إما أنت وقومك وإما لوط. فالشعوب تحب من يمشي على هواها، تحب من يدللها، ييسر لها الفواحش حتى تثبت ملكك في الأرض. هاجم لوطا. هاجم لوطا واتخذه عدوا.
أول طفل يمر اختطف ومارس معه ما تحب. تعال، فإني أبحث عنك منذ البارحة. وأنا أبحث عنك أيضا. هيا لنقضي معا أوقاتا جميلة. ونصحاهم لوط، ولكنهم قوم لا يحبون الناصحين. نصحهم لوط أن كفوا عن هذه الرذيلة القبيحة وعودوا إلى الله ينشر لكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم رشدا. إنك تعلم أننا لن نفعل ما تقول، فأتنا بالعذاب إن كنت من الصادقين. لقد أمر لوط بناته بالحجاب والتستر كما أمره رب العالمين، حتى طلبت منه زوجته الطلاق. طلقني يا لوط، طلقني، خذ بناتك، فأنا لست منكم وأنتم لستم مني. يرد لوط: ما أمرت بهذا، إنما أمرت أن أصبر عليكم حتى يحكم الله بيني وبينكم. إذن لابد من طردك وبناتك من سدوم. سأذهب بنفسي للملك ليطردك وبناتك، وانظر ماذا يفعل لكم الرب. وذهبت زوجة لوط إلى الملك تستعديه على زوجها لوط وبناته. إنني أريد الطلاق من لوط يا جلالة الملك. لماذا وبينكما بنات وذرية؟ لقد بدل ديننا وسعى لإفساد بناتي وحرمانهم من متعة التزين والظهور أمام الفتنة.